علمتنا أزمة إخواتنا في غزة إن إحنا من غير ربنا ولا حاجة، كلنا من غير ربنا ولا حاجة، وإن ربنا سبحانه وتعالى لولا الصبر اللي ألقاه عليهم الناس دي المفروض لو ما ماتتش من القسوة كانت ماتت من الجنون. علمتني أزمة إخواتنا في غزة إن أي ابتلاء أو أي صعوبة من صعوبات الحياة فهي أمر بسيط جدا بالنسبة لهم ما بيشوفوه. علمتني أزمة إخواتنا في غزة إن لسه في ناس من جيل الصحابة موجودين، وإن لسه في خير في المسلمين. علمتني أزمة إخواتنا